هذا سائل من أمريكا يقول: في بلدنا أمريكا هناك من طلبة العلم من يدرس الناس ويركز على الفقه والسلوك والأخلاق ويترك تدريس التوحيد وبيان الشرك، يقول: هل من نصيحة لنا وله في ذلك؟ هذا عليها أحزاب كثيرة، الدعوة إلى مكارم الأخلاق وإلى النهي عن الربا والزنا وإلى آخره. وأما الشرك فلا ينهون عنه، يقولون الناس أحرار في عقائدهم، أو لا تنفر الناس، خلوهم على عقائدهم. هذه دعوة باطلة وفاشلة مخالفة لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. كل نبي يقول لقومه أول ما يقول: يا قوم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يبدأون بالتوحيد والنهي عن الشرك. أما أنك تترك النهي عن الشرك وتترك الأمر بالتوحيد وتذهب إلى النهي عن الكبائر وعن الزنا والسرقة وغير، هذا ما يجدي شيئا، بدون التوحيد ما يجدي شيئا. لو تجنب الربا والزنا والسرقة وشرب الخمر وتجنبها ولكن عنده شرك، ما ينفعه ذلك أبدا. نعم.